ايوه فعلا يا جماعه، النهارده هديكم فيديو جديد، تليفون جديد، تليفون عاجبني جدا، تليفون ممتاز. النهارده يا جماعه فيديو عن تليفون شاومي ريدمي نوت 5A. طبعا يا جماعه التليفون ده اقتصادي جدا، ممتاز جدا، بامكانيات بسيطه وكل هيحتاجها كل شخص، امكانيات اساسيه تقريبا، ومش هتحتاج اكتر من كده تقريبا في التليفون لو انت شخص عادي. اما لو انت شخص بتحب الاستعمال التقيل فهتختار التليفون التانيه. فالنهارده ان شاء الله يا جماعه ريفيو مفصل، بس فاصل ونكمل. طيب يا جماعة دلوقتي رجعت لكم بعد الفاصل، والتليفون دوت ورا يا جماعة. نحس التصميم، التصميم هنا ممتاز جدا، والنسخة اللي معايا باللون الوردي. طبعا يا جماعة هنا من قدام موجود الشاشة، وهنا الكاميرا والفلاش و السماعات، ومن تحت في الازرار الرئيسيه، زرار الباك وزرار الهوم وزرار الخيارات. ومن جنب كده يا جماعه في زرار رفع وخفض الصوت، وتصميم كامل من البلاستيك، والزرارين دول مصنوعين من اللون الوردي. وكمان يا جماعه هنا زرار الباور، و صراحه مديله شكل جميل جدا. كان يا جماعه من الظهر لون وردي، مديله شكل ممتاز. ومن هنا يا جماعه الكاميرا والخطين اللبني دول مخلين التليفون شكله ممتاز، ولا الفلاش الجميل دوت. ومن تحت برضه في خطين، يعني تقريبا انا لو بشوف الظهر بتاعه بيفكرني بالايفون تماما يا جماعه. ومن هنا مكتوب شاومي، شعار شركه شاومي، وهنا مكتوب ميد ان تشاينا. تمام ماشي يا جماعه. ومن تحت يا جماعه في سماعتين، ودي صراحه من اكتر الحاجات اللي عاجباني في التليفون، لان التليفون ده بيجيب سماعات ضخمه جدا وممتازه، بتديك نقاء لصوت غير طبيعي. ومن هنا عشان المايكرو يو اس بي، ومن هنا يا جماعه مايكروفون اضافي، ومش فاكر دي اسمها ايه، ولكن دي عشان تشغل على اي برامج كده تقدر تتحكم فيها كأن الريموت كنترول. ومن هنا منفذ للهاند فري او اي حاجات زي كده. طب يا جماعه يا جماعه نبدا التصميم بالشاشه. الشاشه هنا يا جماعه انا صراحه شايفها دقه ممتازه. فا يا جماعة هنا أول حاجة المساحة 5.5 بوصة. كان يا جماعة في بعض المواقع صراحة إن التليفون ده صلي على محمد، حماية جوريلا جلاس 3. كمان يا جماعة الشاشة هنا دقة 1280 في 720، ودي دقة حلوة بالنسبة للجهاز في السعر ده. طيب مع الجهاز ده تقريبا سعره 1700 تقريبا 1000. في تقريبا أنا اشتريته من المصري، او مش هنشتريه تقريبا، التليفون ده جبناه بالمصري تقريبا ب1700 جنيه او حاجه زي كده. طيب يا جماعه صراحه التليفون ده ممتاز، هو الفتره اللي انا استخدمتها فيه التليفون ده لاحظت ان هو ممتاز جدا. يعني بس يا جماعه كده لمات، وشايفين يا جماعه الشكل اللي مديله حاجه جميله جدا كده، ظريفه ولطيف. لان كل ده يا جماعه بيجي معالج سناب دراجون 425، وده المعالج مديله سلاسة ممتازة جدا، بحس انه سلس كده وجميل وممتاز جدا معايا في الاستعمال. كمان يا جماعة المعالج التليفون ده بيجي معالج ادريان 308، وده صراحة فادني جدا، معالج رسوميات. طبعا يا جماعة الفترة اللي استعملت فيه كان فترة ممتازة، وفعلا التليفون بيديني انسيابية وحاجة جميلة، وحس ان فيه سلاسة كتيرة جدا مش هتعيش في اي تليفون تاني. والنسخة اللي معايا دي يا جماعة ب2 جيجا رام، 16 جيجا، مساحة 30 داخلية. كمان يا جماعة التليفون ده بيه بطارية 3080 ملي امبير، دي يعني بطارية متوسطة تقريبا. ولكن الحاجة اللي معجبتنيش في البطارية دي ان هي تقريبا بطارية ب3080 ملي امبير بتقعد تقريبا 3 ساعات عشان تشحن، ودي حاجة وقت ضخم جدا عشان تشحن بطارية بالساعة ديت. فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي معجبتنيش جدا خالص في الجهاز. كمان يا جماعة التليفون ده الشاحن بتاع الجهاز ده بيجي بسرعة 1 امبير. كمان يا جماعة بقى نيجي لحاجة مهمة، الكاميرات. الكاميرات هل حلوة ولا هل وحشة؟ الكاميرات الكاميرا الخلفية صراحة حلوة، لأنها بتيجي بدقة 13 ميجا بكسل وفتح عدسة 2.2. كمان يا جماعة في هنا فلاش ليد ممتاز جدا، بيساعد على التصوير والإضاءة. وصراحة يا جماعة أنا برضو دلوقتي هحاول أصور لكم صورة زي الفيديو اللي فات، يعني مثلا المهم يا جماعة إن أنا هتصور صورة وهتظهر لكم دلوقتي على الشاشة في الكاميرا.
تمام. بعد كده تصور صورة بالكاميرا الأمامية الجهاز ده طبعا من غير فلاش، ده بالفلاش اهو. دي نقطة الأمان. ما باجي مع فلان استنى الكاميرا الأمامية كده بتاعت الصورة دي يا جماعة، الصورة اللي أنا خدتها. ودي صراحة يا جماعة الصور من ضمن الصور الممتازة جدا، الصورتين اللي يا جماعة هظهرلكوا دلوقتي يا جماعة على الشاشة. وصراحة الصورتين صح، هي الصور دي مش من ضمن الصور الممتازة اللي تدينا إحساس بإنك أنت معاك تليفون ممتاز بكاميرا غالية، ولكن التليفون دوت رغم الكاميرات على قد السعر مثلا، ولكن يعني كاميرات. ولكن يا جماعة من ضمن الصور لاحظت إن في حاجة التليفون من ضمن في التصوير مع كانت الكاميرا الخلفية كانت شغالة تمام في إضاءة كويسة، أما في الإضاءة بتاعتنا كنت بحس إن في بهتات مش كويسة خالص في الصور، وبحس إن في تقطيعات كده وحاجات مفيش دقة ألوان. والشاشة صح كمان يا جماعة كويسة جدا في إن هي تعمل تتفرج على الفيديوهات وبتديلها دقة ألوان ممتازة. كمان يا جماعة التليفون دوت بيجي بالأندرويد نوجا 7.1.2، وده الأندرويد المخصص اللي تقريبا إن شاء الله بتحطه في كل تليفوناتها. ولكن ده يا جماعة كان الريفيو بتاع النهاردة. طيب يا جماعة فعلا أنا أقول لكم إني كنت اشتريت التليفون ده، أنا النسخة اللي معايا الوردية أنا مش مصدق قد إيه النسخة دي جميلة وكويسة وحلوة جدا صراحة، هي فعلا النسخة دي تستاهل. أنا أنصح أي شخص لو هو عايز يشتري تليفون في السعر ده يشتري تليفون شاومي ريدمي نوت 5A، وخاصة النسخة الوردية النسخة جميلة جدا ممتازة. طيب يا جماعة فعلا النسخة عجباني جدا ومتسوح. طيب يا جماعة كده يكون الفيديو خلص، أتمنى تشوفوا اللايك والسبسكرايب والشير، أشوفكم في فيديو جديد وعلى صحة الشهادة.